نعم بقى متى الفرق تستعد ابو عبد الله اوضح لك الاتحاد ما بيقول ابتلش الاتحاد عنده مشكله ان انديه تبي 10 فرق 5 10 فرق 5 فرق وخمس محترفين وفي فرق لا ما تبي والاتحاد الحين لا موضوع لا هو موضوع انه لازم تخلص انت اليوم إيه باقي شهر هم اليوم شهر ويبدا الموسم يعني هم اليوم تبدا تجاوب ان شاء الله تجيب اللاعبين ولا الانديه وما عندي باقي شهرين باقي شهرين شهرين بس هم اليوم ان شاء الله عندهم لا بس انا ابو محمد طبعا اذا ما جبتوا طاري الخمس محترفين احنا قاعدين نخلص المحترفين خمس محترفين يا جماعه لاعب الكويتي وين حط فرصته متى يلعب انتوا اصلا قاعدين المحترفين اللي قاعد تجيبونهم مو على مستوى صحيح. انا خاطب الاتحاد الانديه قاعد تجيب محترفين يعني اللاعب الكويتي مو قاعد يستفيد من هذا شوف هو هي تصير زياده حلوه يعني ممكن نتقبلها اذا صار مثل ما صار في السعوديه دعم من مستشار تركي آل الشيخ ما في دعم ما في هو قاعد يتكفل لا لا عندنا لا لا حتى اذا صار دعم لا لا اذا صار دعم لا انا ما لا لا انا انا ضد خمس صفقات صراحه قاعد تصير لا لا خلنا بس يا جماعه انت قاعد محمد لا في دعم خلاص خليك على محترفين زين لا لا خلي الدعم انا ما اتكلم عن الدعم 20000 يا جماعه عندك انت كنادي عندك 100000 دينار 100000 دينار كمثال الحين نعم 100000 دينار شنو الافضل تجيب لي اربعه بربع ولا تجيب لي اثنين سوبر على مستوى بال 100000 نفسه يا اخي هذه افضل هم تقلل تعطي فرصه حق اللاعب الكويتي يلعب وتجيب محترفين على مستوى نفس المبلغ لا بس ابو علي فكروا مشاركات الخارجيه اليوم يا جماعه حتى المشاركات الخارجيه شو بسوي اذا انا حطيت محترفين على مستوى زين انا ضد فكره خمس محترفين انا اقول اثنين مو كل الكويت ترى علي الانديه اللي بتشارك كل الكويت كل الكويت انا ضد ثلاثه كل الكويت انا مع اثنين او اغلب الكويت غالبيه انا ايدك 100% اثنين ايدك 100% اثنين ابو علي قبل الحين أربعة خلاص عندك مشاركات يا جماعة وعلي عندك مشاركات برا عندك عربية آسيوية خليجية ما يخالف هاي الاثنين على مستوى يعني مبلغ نفسه ما يصير ما في مبلغ يا أبو علي الأندية اليوم وكان بدفع من جيبي أنا بروح أزيد أدري ما أربعة صدقني بالاثنين تيب أفضل طيب. أربعة ما أنا ويا وأيد كلام أبو علي فرصة حق اللاعب الكويتي خليه يلعب النقطة الأهم العالم برا أربعة النقطة الأهم النقطة الأهم أنت ما عندك قلب دفاع بالكويت غير مساعد ندى ما عندك على مستوى مساعد ما عندك قلب هجوم غير يوسف ناصر هذا واضح يوسف ناصر رديته من عمان عشان يلعب ما عندك طيب ثاني شيء قلب دفاع تجيب لي خمس محترفين وين بتطلع انت اي والله وين بتطلع لاعبين